صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم 13 أدار. تقرير من منطقة الأشرفية عن مشكلة ركن السيارات أو الصفة. تحية للفنان الكبير وديع الصافي والشحرورة صباح ضمن مهرجان صور للموسيقى بالدولة. نشاطات خاصة بيوم المرأة العالمي بتقارير منوعة. وضيفنا لليوم هو الشاعر هنري صغيب لنحكي أكثر عن في رحاب الأخوين الرحبين، الكتاب الجديد يلي اليوم رح يتم توقيعه ضمن مهرجان أنطلياس. بداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا المباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا على الخط أستاذ عصام حلاوي. صباح الخير. أهلا، صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيفكم؟ نحن كنا على أساس موعدين ببعض الأمطار هالجمعة. هي الثلاثة كان عاطين رزاز يعني. نعم، اليوم الثلاثة يعني غائب جزئيا اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة حتى صباح الأربعاء، حيث تنخفض الحرارة على الساحل بيروت وطرابلس وليلا في بقية المناطق. الأربعاء في غيوم متوسطة مرتفعة مع انخفاض ملحوظ درجة الحرارة وأمطار متفرقة أحيانا. الخميس غائم مع أمطار تكون غزيرة أحيانا وترافق ببرق ورعد وانخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة. يستمر الأمطار حتى صباح الجمعة. نعم. تفضل. بالنسبة لدرجات الحرارة، درجة الحرارة توقع على الساحل اليوم الثلاثاء من 10 إلى 22، فوق الجبال من 12 إلى 23، وفي الداخل من 8 إلى 27 درجة. نعم. أما الرياح السطحية فهي جنوبية غربية تحول إلى شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة تسوء أحيانا. الرطوبة السبعية على الساحل تتراوح بين 45 إلى 75%. حال البحر معتدل الموج، حرارته 17 درجة. الضغط الجوي 765 مليمتر زئبق. نعم استاذ عصام، وقت ترجع تنخفض الحراره لقد بتوصل؟ بتنزل يعني بتنزل شيء 4 درجات 5 درجات تقريبا. نعم. على كل حال بكره بنرجع بناخذ تفاصيل اكثر عن طقس كم يوم جايين. نتمنى لك نهار حلو. صباح الخير جوال. صباح الخير لك للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. رح نعمل جولتنا على ابرز ما كتبته الصحف اليوم بعناوينه. رح نبدأ مثل العادة مع عناوين النهار اليوم 13 أدار، وبأبرز ما كتبته ترتيبات للملفات الخلافية في الوقت الضائع. اليوم ملاحظات القوات على إعلان النيات. مصادر رسمية تنفي الاتجاه إلى نقل مخيم اللاجئين السوريين في عرسال. المفاوضات في شأن العسكريين المخطوفين تتحرك مع النصرة. ضمن أسرار الآلهة، يرى مسؤول أمني سابق أن لا معنى لتنفيذ خطط أمنية في كل لبنان إذا ظل في استطاعة السلاح خارج الدولة أن يسقطها ساعة يشاء. سمع مغترب لبناني يقول إنه لم يسمع حتى الآن ومنذ سنوات تصريحات لمسؤولين إلا وأيدت حق المغتربين في الاقتراع، ولكن لا إجراءات اتخذت لتأكيد هذا الحق. لوحظ أن النائب سليمان فرنجيي لم يعد يكرر ما كان يقوله عام 2007، مرشحنا ميشيل عون أو لا رئيس. وبختم عناوين أسرار الآلهة، يتساءل دبلوماسي أوروبي في مجلسه الخاص عما يمكن أن يحصل إذا فشل الحوار السني الشيعي والحوار المسيحي المسيحي. وبصورة رئيسية في صحيفة النهار، حشد من البطاركة ورجال الدين والسياسيين باحتفال بذكرى الإبادة الأرمنية بجامعة سيدة الويزة مبارح. وختاما بقلم أوكتافيا نصر، في آذار نتذكر مذاق الحرية الجميل. بعناوين صحيفة السفير، مواد مشعة في كل لبنان، أحباط محاولة لإقامة مركز تخزين دائم في عدلون. جنبلاط يتحدث عن قصته مع النصرة، سأستقيل من النيابة في أيار. الرواية الكاملة لعملية قتل محمد ضرار جمه. قانون الإيجارات، الزيادات الباهظة تزيد بؤس المستأجرين. الملف الليبي يفجر الخلافة في الجامعة، دعم عربي للمناصفة والحوار في لبنان. رسائل من حماس إلى إسرائيل، هدنة لسنوات مقابل فك الحصار. حلب، الريف الشمالي يستعر من جديد. رسالة الكونغرس إلى إيران صفعة لأوباما. وختاما، اتصالات لضم المسار المصري للحصول على غطاء عربي. موسكو 2 السوري، تعويل على الميدان والانفراد بالحل.
من السفير إلى عناوين صحيفة الحياة، غالبية الجمهوريين تحذر خامنئي أي اتفاق مرفوض يلغى بجرة قلم. مستشار لروحاني يتحدث على الإمبراطورية الإيرانية ومواجهة العثمانية. انقسام في مجلس الجامعة على تسليح الجيش الليبي. دمسي في بغداد واثق بهزيمة داعش والتنظيم يعدم 20 شخصا. الجيش العراقي يحكم الطوق على داعش في تكريت. لقاء بر عون، تقدم بسيط في ملفات نيابية وحكومية والرئاسة. توقع بيان لمجموعة الدعم يحض على انتخاب رئيس للبنان. مجلس وزاري في عدن والحوثيون اقتحموا منزل زعيم للسلفيين. اشتباكات بين عناصر من داعش بعد محاولة أجانب الفرار. وختاما، طن ذخيرة وقاذفة مضادة للدبابات بلا ترخيص، أسلحة وكلاشينكوف في البرلمان الكويتي. من السفير أو من الحياة إلى عناوين صحيفة المستقبل، خطة أمنية للمخيمات من المية ومية حتى شتيلة، تفاؤل عوني باللافيتو القوتي وإعلان النوايا رهن الملاحظات الأخيرة. دمسي يلتقي مسؤولين عراقيين في بغداد وسليمان يصل إليها فجأة، تقدم الجيش والميليشيات باتجاه تكريت. جمهوريو الكونغرس لقادة إيران، الأمر لنا. السعودية، أمن الخليج واليمن كل لا يتجزأ. العربي، قوة عسكرية مشتركة الآن وبإلحاح. الثوار يحررون حندرات ويسقطون طوق حلب. خطة أمنية لمخيمات بيروت ترافق خطة الضاحية. حزب الله في المفاوضات النووية الثابت والمتحول. أهالي العسكريين، الوساطة القطرية التركية تفعل التفاوض. يوم المعلم، تكريمنا بإعطائنا حقوقنا. هل يتمدد الفراغ إلى لجنة الرقابة على المصارف؟ بقلم خير الله مقال اليوم بصحيفة المستقبل بعنوان 14 من آذار، بين الصادقين والشامتين. وختاما بالأخبار الرياضية، هوبس يفاجئ شانفيل، واليوم هومنتمن وبيبلوس. من المستقبل إلى عناوين الأنوار، وزير الداخلية يؤكد التوقعات بوقوع اغتيالات وعمليات انتحارية. مسلحو داعش يعدمون 20 عراقيا ويعلقون جثثهم قرب كركوك. قصف جوي لمصفاة نفط يسيطر عليها داعش بسوريا. وبقلم المحلل السياسي، بين الشغور الرئاسي والفراغ الحكومي. وزراء الخارجية العرب يبحثون إنشاء القوى المشتركة. الرياض تستضيف المحادثات اليمنية. جمهوريون يحذرون إيران من عقد اتفاق مع أوباما. حفتر يتسلم قيادة الجيش الليبي وطيرانه يقصف مطار طرابلس. وبالأخبار الاقتصادية، اكتشاف 5 تريليونات متر مكعب من الغاز قرب الشاطئ المصري. وبختم الأنوار مع قلم رفيق خوري، نقص الإدارة والسياسة أم ترتيب الإخراج. من الأنوار إلى اللواء، عون وجعجع يتدخلان لمنع الحوار من الانهيار. لقاء بيروت الوطني في عين التيني، بري متجاوب مع تخفيف الإجراءات وسط العاصمة. أكدت التزامها بالعهود الدولية ومبادئ الأمم المتحدة، السعودية ترفض التدخل في شؤونها. انتقد تزايد النفوذ الإيراني والأعلام والشعارات الشيعية في الحرب ضد داعش. دمسي يحذر بغداد من تفكك الائتلاف الدولي بسبب الطائفية. الجمهوريون على خط منع الاتفاق النووي. البيت الأبيض يرفض إضعاف قدرة أوباما، وظريف يقلل من أهمية تحذيرهم. الشاغل الأمني يسيطر على اجتماعات الوزراء العرب. العربي، لإنشاء قوات عربية مشتركة بمواجهة الإرهاب. وختاما، افتتاح المؤتمر السادس للاتحاد العربي للعمل التطوعي، واللواء استضافت الوفود المشاركة. من اللواء، جولتنا بالتابع مع عناوين صحيفة البلد، بري نحو جلسة تشريعية وأعلان النوايا إلى الرابي. معا، من أجل تمكين المرأة، أرقام مخجلة. فضل شاكر إلى العدالة في الأيام المقبلة. عيد الأبجدية تحية لحضارات يغتالها التطرف. الجيش على مشارف تكريت، ودمسي سنهزم داعش. حفتر قائدا عاما للجيش رسميا، وبصورة رئيسية حلم التحالف العربي. نوصل إلى صحف باللغات الأجنبية وبترجمة العناوين The Daily Star، حوار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يعرقله موضوع انتخاب رئيس للجمهورية. جماعات المتمردين تصادر أراضي شمال حلب. إطلاق ساعة أبل في الأسواق في 24 أيار الجاري ب $17,000. وختاما وبعيدا عن الأخبار السياسية، روبير أبي نادر يقدم مجموعته للمرأة الجريئة.
من الديلي ستار إلى لوريان لوجور، إصلاح غير متوقع في وسائل النقل العام بالعنوان الرئيسي، مع صورة لباص قديم جدا، باص نقل نشرتها صحيفة لوريان لوجور بصفحتها الأولى. بعناوين أخرى، سليمان للوريان لوجور، منتدى جديد لوضع أسس للجمهورية الثالثة. أبل تطلق أبل واتش، ساعتها التكنولوجية المتطورة. منتابع مع عناوين صحيفة الشرق، منظمة الطيران الدولية للتدقيق في سلامة طيراننا. إيران أصبحنا إمبراطورية، عاصمتها بغداد. غرق عبارة تقل فلسطينيين بين ليبيا وإيطاليا. الجمهوريون، الاتفاق مع طهران قد يلغى بعد أوباما. وبقلم عون الكعكي ضمن رأي الشرق، المشروع الفارسي فاشل لكنه مدمر. عون في عين التين، تشريع الضرورة. حزب الله السوري سيعلن قريبا. تمديد مهلة سداد الضريبة الرواتب والأملاك المبنية. وختاما بالصورة الرئيسية، عراقية بالراية البيضاء عم تمرق بموقع للجيش. من الشرق إلى الشرق الأوسط، قوى يمنية ترحب بمؤتمر الرياض ووساطة روسية لإقناع الحوثيين. 20 وزيرا أفلتوا من قبضة أنصار الله ووصلوا إلى عدن. السعودية، أمن الخليج واليمن واحد. الجمهوريون لطهران بجرة قلم، الرئيس الأمريكي المقبل سيلغي اتفاقكم مع أوباما. استياء عراقي من تصريحات عن إمبراطورية إيرانية عاصمتها بغداد. طالبوا برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي ودعوا إلى حل سلمي لقضايا اليمن وسوريا. وزراء الخارجية العرب، دعوة ملحة لإنشاء قوة أمنية عربية مشتركة. براون للشرق الأوسط، $500 يضمن تعليم طفل سوري. رئيس الوزراء بريطانيا السابق، انخفاض أسعار النفط لا يقلل من إمكانات الشرق الأوسط. وختاما في الشرق الأوسط، مسؤول مصري، سلاح الجو سيضرب المتسللين من ليبيا. انتقادات لحفتر بعد تجاهله ثورة 17 فبراير خلال قسمه قائدا للجيش. جولتنا بتتابع معنا من صحيفة الأخبار وأبرز ما كتبت اليوم ضمن تحقيق أزمة إدارة الأعمال في طرابلس، الاعتراض الفاسد. $202 مليار خسائر سوريا الاقتصادية. دمسي، دعم التحالف رهن الوحدة الوطنية العراقية. وختاما 80 ميشيل عون. ونختم جولتنا مثل العادة مع عناوين الجمهورية بعنوان الرئيس اليوم، مجلس الأمن يناقش وضع المسيحيين. جبهات سوريا لا للحل السياسي. ماذا يجري بين ميقات والحرير في طرابلس؟ العربي لقوة عربية مشتركة ضد الإرهاب. وبالأخبار الرياضية، أرسنال يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح. وضمن جمهورية المرأة، صدقوا أو لا تصدقوا، النزاعات مفيدة أحيانا. وهيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على الأخبار السياسية بالصحف. رح نتوقف مع أول فاصل إعلاني، من بعده منتابع.